دي اول حصه يا جماعه في الامبريولوجي. الامبريولوجي بتاعك السنه دي اللي هو كتاب السبيشال امبريولوجي بيتكلم عن ايه؟ اقول لك كده ملخص الكتاب في الاول. كتابك بتاع السبيشال امبريولوجي السنه دي ده بيتكلم عن الديفلوبمنت بتاعه السيستم بتاعك. طيب اول حاجه في الكتاب هيتكلم عن الديفلوبمنت بتاع الهيب والنيك. ها في حاجه كده اسمها امبريولوجي اوف ذا هيد اند نيك، ده بندرس فيها الديفلوبمنت بتاع ايه؟ بتاع الحاجات اللي في الهيد، يعني زي مثلا شكل الوش، الفيس، التونج، الثايرويد جلاند، الاير. ها الحاجات دي معايا هدرسها تبع عنوان الامبريولوجي بتاع الهيد والنيك. في الاول خالص ها حاجات بتاعه الهيد والنيك، ومع الهيد والنيك هتدرس معاها في نفس الشابتر كده ديفلوبمنت بتاع الريسبيراتوري سيستم. ريسبيراتوري سيستم ده يعتبر الهيد والنيك، والريسبيراتوري سيستم ده معايا ده ربع الامبريولوجي. يعني الهيد والنيك والريسبيراتوري، الريسبيراتوري دي صفحه ماشي. ها ده يعتبر ها ربع الكتاب. لو خلصت الهيد والنيك والريسبيراتوري انت خلصت كده حوالي ربع الامبريولوجي. ده كام صفحه تقريبا؟ يعني لو انا كاتبهم لك في ورقه حوالي 12 صفحه. ها ربع الامبريولوجي حوالي ايه 12 صفحه، وفي حاجات مهمه فيها بتحفظها، في حاجات يعني 12 صفحه دول فيهم حاجات مهمه. بعد كده في الديفلوبمنت بتاع السيستم، في عندي ثلاثه سيستم بعد كده. ديفلوبمنت بتاع الدايجستيف سيستم، ها دي حاجه، والديفلوبمنت بتاع اليورينري سيستم، والديفلوبمنت بتاع الكارديو فاسكولار سيستم. دول ثلاثة سيستم، كل واحد من دول شابتر. كل واحد من دول ايه؟ شابتر كده. طيب دول يعتبروا ثلاث ارباع. في حاجة بقى في صفحة في الآخر كده يقول لي الديفلوبمنت بتاع السكال. هنقراها في صفحة. ديفلوبمنت بتاع الفيرتبرال كولم، دي صفحة. ديفلوبمنت بتاع السباينال كورد. ها دي صفحة. معايا؟ ها ثلاث حاجات. طيب في حاجتين بقى ساعات يقولوهم وساعات لا، حاجات فزلكه كده. ديفلوبمنت بتاع الاي، والديفلوبمنت بتاعت الاير ككل ساعات يقولوها لوحدها كده. غالبا دول ممكن نشرحهم وفي الاخر في اخر السنه يقول لك دول مش مهمين، مش هيتذاكروا. ماشي؟ فانت هتذاكر ايه؟ ايه الامبريولوجي بتاع ايه السنه دي؟ معايا الديفلوبمنت بتاع الهيد والنيك. هنمشي شابتر شابتر كده. في الشابتر الاولاني بتاع ايه؟ الهيد والنيك ها والريسبيراتوري. معايا؟ ها. الشابتر الثاني دايجستيف. الشابتر الثالث يورينري. الشابتر الرابع كارديو فاسكولار. بعد كده في الاخر خالص ها ممكن نقول ثلاث صفع كارديو فاسكولار ها اللي اسف السكال والايه؟ والفيرتبرال كولم والسباينال كورد. معايا؟ لو شرحنا الاي لو قالوهم في المحاضرات اي واير هنقولهم. اي والاير ده المنهج بتاع المنهج بتاعك ده بتاع الامبريولوجي، يعني لو انت يعني لا يتعدى 60 صفحه، 60 صفحه دول فيهم حاجات مهمه، فيهم صفح مهمه وفي صفح مش مهمه، في حاجات بتتحفظ هقول لك احفظها، دي بتيجي في امتحان، وفي حاجات للفهم. في حاجات للفهم، فالموضوع سهل لو انت ذاكرت من اول السنه كده، في حاجات معروفه ان دي بتيجي في الامتحان في السبيشال امبريولوجي. معايا؟ فذاكر من اول السنه هتلاقي الكلام سهل، هتلاقي الموضوع ايه؟ سهل. تمام؟ ده بصفة عامة ده المنهج بتاعك، ده المنهج بتاع السبيشال امبريولوجي، مش كتير ولا حاجة معايا ومش صعب ولا حاجة، بس عايز مذاكرة، وفي بعض الحاجات عايزة حفظ هنقعد إيه؟ هقول لك تحفظها إزاي معايا. أقول لك نقعد نحفظها إزاي، تمام؟ ده المنهج، ها. طيب، النهاردة هنبتدي أول حصة، أول الشابتر الأولاني ده هناخده في ثلاث حصص. يعني الهيد والنيك مع الريسبيراتوري دول، ها هنقولهم في حوالي ده ربع الامبريولوجي. ها في حوالي ثلاث حصص. الهيد والنيك ها مع الريسبيراتوري، الريسبيراتوري ده حاجه صغيره يعني. ماشي يا اولاد؟ ها خليك معايا. الديفلوبمنت بتاع الهيد والنيك بيبتدي بحاجه اسمها الفارينجيال ارش. فارينجيال او برانكيال ارش، ها خليكوا معايا بقى. خليكوا معايا ايه؟ ها ركزوا معايا في الكلام اللي بقوله لكم. فارينجيال او ساعات يقولوا عليها برانكيال ارش. برانكيال دي تساوي كلمه نيك. ها وفارينجال برضه في الامبريو يعني نيك، رقبه. برانكيال او فارينجال ارش، يعني فارينجال ارش بتظهر في رقبه الامبريو. ها
فارينجيال او برانكايت. احنا عايزين نشوف شكل الامبريو عامل ازاي. ده شكل الامبريو بتاعنا بعد الفولدنج، بعد حاجه اسمها الفولد. احنا درسنا في سنه اولى كتاب الجنرال امبريولوجي، طبعا ده ممكن ما ذاكرتوش وممكن لو ذاكرته مش فاكره، مش هنحتاج فيه حاجات كتير، بس عايزين نفتكر كده كان في حاجه اسمها فولدنج. الفولدنج دي كانت بتحصل في الفورث ويك. بعد الفولدنج شكل الامبريو عامل كده. الكلام ده شكل الامبريو عند بعد عند الفورث ويك، في نهايه الفورث ويك والفيفث ويك من الحمل. شكل الامبريو عامل ازاي في الوقت ده؟ ها بصوا يا اولاد خليكم معايا. الامبريو ده شكله عامل ازاي؟ عباره عن كلكعه فوق اسمها فور برين سويلنج. فور ليه سموها الاسم ده؟ لان ورا هنا دي في انبوبه كده اسمها نيورال تيوب. نيورال تيوب دي على فكره هتكبر، ها الاجزاء اللي فوق دول هيكبروا ويبقوا البرين. فبيسموا الحته اللي فوق دي اسمها فور برين سويلنج. يعني في مكان البرين، مكان البرين هنا. طيب الحته اللي تحت دي اسمها ايه؟ اسمها بيريكارديال سويلنج. بريكارديال سويلنج على اساس ايه؟ هنا ايه في هارت؟ بيبقى اسمه هارت تيوب، لسه انبوبه. يبقى هنا في هارت. ها فور برين سويلنج، ها وبريكارديال سويلنج. وجوه الامبريو في حاجه اسمها نيورال تيوب. نيورال تيوب دي قناه هتعمل الجزء الفوقاني فيها البرين والجزء التحتاني سباينال كورد. وحاجه كمان موجوده في الامبريو في الوقت ده اسمها الجت. ايه الجت دي؟ القناه الهضميه. الجات القناه الهضميه وبتبقى في الوقت ده ما فيهاش لا معده ولا انتستين ولا اي حاجه. امال عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاث اجزاء، جزء فوق، ها فوق خالص، وجزء في النص، وجزء تحت. وانا سمعت عليهم في سنه اولى وياما سمعت على الثلاث اجزاء دول. الجزء اللي فوق ده هيقول لي اسمه فور جات، والجزء اللي في النص ده ميد جات، والجزء اللي تحت ده هيقول لي ايه؟ هايند جات. ها بعد يبقى دلوقتي بعد الفول شكل الامبرو عامل ازاي؟ اشرح لي الامبرو كده عامل ازاي؟ اهو ده امبرو. ها عباره عن ايه؟ ها فور برين سويلنج وبريكارديال سويلنج. ها جوه الام جواه بقى ها في حاجه اسمها ايه؟ نيورال تيوب. ليه سموا الحته اللي فوق دي فور برين سويلنج؟ ها هيتكون فيها البرين. ها سموا الحته دي بريكارد، هنا هيتكون هنا الهارت، هو متكون الهارت. ها تمام. جوه هنا في نيورال تيوب. نيورال تيوب دي عباره عن تيوب كده، الجزء الفوقاني فيها هيبقى البرين والجزء التحتاني هيبقى السباينال كورد. ها وفي حاجه اسمها الجات. الجات لغايه دلوقتي متقسمه ايه؟ فور جات وميد جات وهايند جات. ده تكوين الامبريو بس مش حاجه ثانيه. ده الامبريو في الوقت ده. الامبريو عباره عن كده، مكان القلب، والقلب بيتكون هنا على شكل تيوب، مكان المخ، ها معايا، مكان نيورال تيوب والجات. ما بين الفور برين سويلنج والبريكارديال سويلنج بيسموا الحته اللي في النص دي نيك او فارنكس. نيك او فارنكس. ها بيبتدي يطلع بقى فيها ها هنا ستة ارش. ستة فارنجيال ارش، يقول عليهم برانكيال او فارنجيال ارش، ده الموضوع الاولاني. فارنجيال ارش. لو انا بصيت على الامبريو في الوقت ده من قدام، شايف ده شكل الامبريو من قدام، يعني الامبريو ده سايد فيو. الامبريو المنظر الثاني الرسمه دي ده فرونت. ده فرونت. تمام؟ انا باصص على الامبريو من قدام، شايف ايه؟ خلي بالك لا شايف وش ولا بتاع، انا مش شايف وش. ولا عينين ولا مناخير ولا بق ولا اي حاجه، انا شايف ايه؟ حته كده اسمها فور برين سويلنج. ها وشويه ارشات، ارشات دول عباره عن حتت كلاكيع طالعه في النك. ها والبريكارديال سويلنج. عندي كام ارش؟ هم سته، اول ما بيطلعوا سته، بس رقم خمسه بيحصل له ديجنريشن. بدري بدري. ها هم سته، واحد، ده واحد ده بيتقسم جزئين هنقول دلوقتي، ده كل ده واحد. ها اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة مستخبي، خمسة معايا وبيحصل له ديجنريشن، وستة، ستة صغير خالص. عندي كام أرش؟ هما ستة، أول ما طلعوا بيبقوا ستة، بس رقم خمسة بيحصل له ديجنريشن بدري بدري. ستة أرش. طيب عايزين نعرف تكوين إيه الأرش دي؟ ده شكلها عبارة عن إيه؟ ده بروزات، حتت بارزة. الأرش دي ما هي إلا حتت كلاكيع. طب كلاكيع من إيه؟ ها؟ كلاكيع من إيه؟ يعني الامبريو ده عنده كلكيعة هنا، تحتها كلكيعة، تحتها كلكيعة، ستة. كلاكيع من ايه؟ ها؟ من بون؟ هل من مصل؟ هل من كونكتيف تيشو؟ هل من فاشيا؟ ها؟ كلاكيع من ايه؟ هو الامبريو دلوقتي عبارة عن ايه؟ قال لك تعالى نحلل القرش، خليكم معايا. تعالى نحلل القرش، نعمل ايه؟ عايزين نخش جوه القرش. عايزين نخش جواه. أنا شايف حتة كده الامبريو، حتة دي مكلكعة اهي، من بره. القرش ده عبارة عن ايه؟ ها ممكن نقعد بقى يا جماعه، اقعدوا اتفضلوا.
القرش ده عباره عن ايه؟ عايزين نحلله من جوه، نشوف القرش ده عباره عن ايه؟ قال لي عشان تحلله اعمل في القرش دي حاجه اسمها كرونال سيكشن، الرسمه دي. الرسمه دي هقول لك عليها، ده كرونال سيكشن. بصوا يا ولاد، انا عندي 1 2 3 4 6 5 بيحصل له ديجنريشن. خلاص يا جماعه، انا عايز كله معايا منتبه، بلاش تتكلموا. عندي كام قرش؟ ها، 1 2 3 4 6. انا عايز اخش جوه القرش اشوف الكلاكيع دي جت منين. قال لي ده الامبريو في الوقت ده ما فيهوش لابون ولا مصل ولا اي حاجه، امال عباره عن خلايا. خلايا اسمها ايه؟ ها، قال الخلايا اللي بره في خلايا هنا. الخلايا دي اسمها اكتوديرم. والخلايا اللي في النص، في خلايا في النص، الخلايا دي اسمها ميزوديرم. وفي خلايا جوه، خلايا اسمها ايه؟ اندوديرم. المنظر ده ازاي؟ ها، المنظر ده ازاي؟ ده كرون، يعني ايه كرونال سيكشن؟ عملت ايه؟ فاهم عملت ايه؟ قطعت كده. وده ناحيتين النك، يعني دي ناحيه ودي ناحيه، يعني ده هيك، ده هيك الجدار ده. والناحيه الثانيه ده هيك الشمال دي، ها الناحيه دي. عملت حاجه اسمها ايه؟ كورونال سيكشن. لقيت الامبريو او القرش في الوقت ده عباره عن خلايا اكتودير وخلايا ميزودير، ها، وخلايا ايه؟ اندودير. والقرش عباره عن ايه يا جماعه؟ ايه تعريف القرش؟ ها، سيكنينج في الخلايا الميزودير. خلايا الميزودير دي تخلت، عملت لي حاجه اسمها الفارنجيال قرش. ها، انتوا معايا ولا لا؟ صاحيين ولا نايمين؟ ها، صاحيين؟ اقول تاني، اقول تاني. عايز الشريط من الاول تاني. حاضر، بص معايا الام، ها، يا ريت تركز معايا، ها، ماشي. بص معايا الامبريو، ها، بعد ما حصل حاجه اسمها فولد انتنى، الامبريو بقى شكله عامل كده. عباره عن ايه الامبريو في الوقت ده؟ عباره عن مكان للراس، ها، اقول لك كده بالعامين، مكان الراس ومكان القلب، وفي حته في النص اسمها نيك. ها، نيك دي برانكيال. طب دخلنا جوه، الامبريو، عايز اخش جواه، لقيت جواه في حاجه اسمها نيورال تيوب. نيورال تيوب ده ايه؟ انبوبه، ها، متكونه قبل الفولد، وبتعمل حاجه اسمها البرين. فول برين ده ليه 3 اجزاء، فور برين وميد برين، لسه ما اتكونش. فور برين وميد برين وهايند برين، هي الرسمه دي. وفي حاجه انا اهو اسمها الجت. الجت دي القناه الهضميه، القناه الهضميه في الوقت ده عباره عن ايه؟ فيها معده ولا فيها انتستين ولا فيها كولون ولا فيها اي حاجه؟ امال عباره عن ايه القناه الهضميه؟ عباره عن حاجه اسمها الجت. امال الجت دي عباره عن ايه في الامبرو في الوقت ده؟ ها، فور جت وميد جت وهايند جت، فور وميد وهايند. ها، عند النك، عند منطقه النك، عند الابر بار، يقول عليها الحته دي كرينيال بارت اوف فور جت. ها، احنا عند الاخر اعلى حته في الفور جت، فوق خالص هنا. هلاقي دي رقبه الامبرو، رقبه الامبريو. بصينا على الامبرو كده من بره، ها، ده الامبرو ده سايد فيو. انا بص عليه سايد فيو، ها، في النك كده بيظهر حاجه كلاكيع كده اسمها قرش. كلاكيع دي عباره عن ايه؟ خلايا ميزوديرم بتخلق. خلي بالك الامبرو دلوقتي ما فيهوش لابون ولا مصل ولا فاشيه ولا اي حاجه، خلايا عباره عن حته تخينه في الميزوديرم. طيب بصيت للامبريو ده من ده كده سايد فيو، بصيت له من قدام لقيت المنظر ده. ده كانك باصص لك من وشه. مفيش عينين، مفيش مناخير، مفيش بق، لسه مفيش اي حاجه. عباره عن حاجه اسمها فور برين سويلينج، عباره عن حته اسمها بريكارديال سويلينج، وحته في النص دي الرقبه. ها، عباره عن ايه الرقبه دي؟ فيها كلاكيع على الجنبين. على التو سايد اسمها ايه الكلاكيع؟ الحتت دي حتت بارزه، الحتت دي بروزه. ها، اسمها ايه الحتت دي يا عم؟ اسمها فارينجيال ارش او برانكيال ارش. عددهم كام؟ 6، بس 5 بيحصل له ديجنريشن. طب عايز اخش جوه الارش اشوف تكوينه. يا ترى الارش ده بيتكون من ايه؟ ايه اللي عامل لي كلاكيع كده جوه؟ قال لك اعمل حاجه اسمها كرونال سيكشن. المنظر ده، اعمل حاجه اسمها كرونال سيكشن، تلاقي كل ارش عباره عن خلايا في النص اسمها خلايا ميزودير، وخلايا من جوه اسمها اندودير، وخلايا من بره اسمها ايه؟ اكتودير. اكتو، ها، وميزو واندو. خلايا ايه؟ اكتو وميزو واندو. المنظر ده ازاي؟ يعني ايه كرونال؟ عملت ازاي المنظر ده كرونال؟ من الحته دي تقاطع كده، ها، وده ناحيتين، دي ناحيه اليمين، يعني الحته ده اهي ادي كرونال بتاعها، ها، والحته ده اهي ادي كرونال بتاعها. لقيت المنظر ده، لقيت الايه؟ المنظر ده، ده كرونال سيكشن. ها، في الرسمه دي كده تحت عنوان ده كرونال سيكشن في الايه؟ في القرش. القرش عباره عن ايه؟ ها، اندو، ها،
وميزو ها وايه وايكتوديل في الوقت ده. تمام؟ طيب عرفت الفارنجيال ارش عباره عن خلايا. قال الارش حتت تخينه كده مكلكعه، عددهم سته بس خمسه بيحصل له ديجنريشن. قال لي طيب من بره الاكتوديرم ده في حتت ديبريشن كده فيه، تسميها ايه الحتت الديبريشن دي؟ قال لي لها اسم اسمها ايه؟ ها قال لك اه دول عددهم اربعه، اربعه مش خمسه. واحد اثنين ثلاثه اربعه اسمهم فارنجيال كليفت. ايه الفارنجيال كليفت دول؟ ده ديبريشن، ها ديبريشن بره في الاكتوديرم ما بين الارش. عددهم كام كليفت؟ كليفت يعني ده ديبريشن. عددهم اربعه، ها قول. اسال. نعم. ادي الارش، ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثة، ادي أربعة، ادي ستة. الارش كل كعدي. ها؟ ما بينه بقى من بره. ها؟ في ديبريشن، ادي الارش اهو. الارش الحتة دي على بعضها، الارش ده ديبريشن اهو ما بين الارش. عددهم أربعة، اسمهم إيه الأربعة اللي من بره دول يا أولاد؟ اسمهم فارنجيال كليفت. معايا كده؟ ها؟ طب لقيت الكليفت ده إيه؟ اكتوديرم ولا نوع إيه؟ كليفت. خلايا اكتوديرم. طب من جوه، ها؟ بص معايا من جوه. لقيت في ديبريشن برضو ما بين الارش، خلايا اندودير بس عددهم خمسه. خمسه مش اربعه. ها عددهم خمسه، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. اسمهم ايه اللي جوه الديبريشن ده؟ اسمه فارنجيال باوتش. اسمه فارنجيال ايه؟ باوتش. الارش كلكيه عليه. ما معنى فارنجيال كليفت؟ ما معنى فارنجيال كليفت؟ ديبريشن. ما معنى الفارنجيال باوتش؟ الديبريشن ده. اندوديرم فارنجيال كليف اكتو الفارنجيال باوتش اندو. معايا يا جماعه؟ ها حد مش فاهم؟ اقول تاني؟ قول تاني. ها لو انت مش فاهم ايه الارش دي اقول لك. فارنجيال ارش، ها حتت بالعربي بالعاميه، حتت تخينه في منطقه الرقبه بتاعه الامبريو. مين اللي عملها؟ خلايا ميزوديرم. خلايا ميزوديرم تخن. ها بالعاميه خالص، تعالى نقولها بالعاميه، حتت تخينه في رقبه الامبريو. هو الامبريو ده ليه رقبه؟ اه. هو الامبريو في الوقت ده عباره عن ايه؟ قول لي كده بالعاميه. ها راس، مكان الراس، مكان القلب، وفي النص رقبه. في الرقبه دي ها عباره عن ايه؟ في الرقبه دي مش سموس، امال فيها ايه؟ فيها كلاكيع. كلاكيع دي اسمها ايه؟ فرنج. كام كلكيعه؟ ها في الرقبه كام كلكيعه؟ اول ما اتخلقوا سته، واحد كلكيعه هنا، واحد يمين واحد شمال. اثنين ها ثلاثه لغايه سته. خمسه ديجنريت. ها طب الكلكعه، كل كلكعه من دول اهو، لقيت واحد عنده كلاكيع حلو، عايزين نشوف تكوينها جوه ايه؟ هل هي مصل؟ هل هي بون؟ هل هي فاشيه؟ هل هي ايه؟ حاجه من دول؟ لا ولا حاجه من دول. امال الكلكعه دي عباره عن ايه؟ خلايا ميزودير، ومن بره ايكتودير، ها ومن جوه اندودير. عايز اسالك ايه؟ اتفضل. لا والله بصي يعني تاكدي كل كلمه انا بقولها لك صح. اربعه هم بفرنشال باوتش، خمسه حتى كتاب الاسم بتاعك ده اقري بعد كده هيقول لك الخامس باوتش بيطلع كذا. يعني هو كاتب اربعه، لا هم خمسه باوتش واربعه كليف. ماشي، وانت لو هتذاكري الكتاب بصي هيقول لك ايه؟ يعني هم قال لك اربعه، بعد شويه هيقول لك الخامس باوتش بيطلع كذا. ها ماشي، هقول لك فيه الخامس باوتش. تمام؟ ها ماشي يا جماعه، بص معايا. خلاص؟ ها بصيت معايا الكلام ده؟ ادي ايه؟ ها فرنجيال ارش ده عباره عن ايه؟ شويه ها شويه اولاد لقوا ايه؟ بص بقى شويه ها بعد شويه ها في اخر الاسبوع الخامس، خليك معايا بقى، لقوا ان الميزودير ده بيطلع فيه حاجه. اسمع بقى معايا الحته دي، ها عرفت يعني ايه فارنجيال ارش وكليفت وباوتش؟ شويه يا جماعه لقوا الميزوديرم ده بيتكون فيه ثلاث حاجات. ها الميزوديرم ده، لقوا الميزوديرم فيه ثلاث حاجات بيتكونوا جوه الميزوديرم. ايه بقى الثلاث حاجات دول؟ لقوا ثلاث حاجات. ها لقوا في كارتريج، ها اتكون جوه الميزوديرم كارتريج. ها ماشي ماله. وشويه ها لقوا جنب الكارتريج ده بيتكون نيرف. ها وشويه ها لقوا كمان في الميزوديرم ده بيتكون ارتري. ها جوه الميزوديرم ده في كل ارش لقوا فيه كارتريج، ها ولقوا فيه نيرف ولقوا فيه ارتري. الكارتريج ده متكون من ميزوديرم، الكارتريج ده هيتحول بعد كده الى ستراكشر بون وليجامنت ونسميها سكليتال. تاني خليك معايا، ها
شويه لقوا الميزوديرما هيتجوز جواه ايه؟ كارتريج. ها ونير ها وارتر. الكارتريج ده ها هيتحول بعد كده الى بون، ولا مش هيتسميه كارتريج، هيتحول الى بون او نسميه سلال، هيعمل حاجات سكليتال. ها ويتكون حوالين الحاجات السكليتال دي ماسلز. ها عضلات. الارش الميزوديرم ده هيتكون هنا كارتريج، الكارتريج ده الكارتريج اللي هنا ده هيعمل بون ها وليجامين سكليتال. بون وليجامين معناها سكليتال. ها تمام؟ ومعاهم ها هيكون حواليهم مصر. طب لقوا نيرف في الارش، قالوا النيرف ده جاي منين؟ ايه النيرف ده؟ في كل ارش فيه نيرف، النيرف ده جاي منين؟ لقوا ان النيرف ده جاي من الهايند برين، قال لك بس ايه النيرفات طالعه، النيرفات طالعه من البرين تبقى اسمها ايه؟ من الهايند برين اسمها ايه؟ ها الهايند برين نيرفات اسمها ايه؟ او من البرين نيرفات اسمها ايه؟ كرانيال. قال لك مين النيرفات اللي رايحه للارش دول؟ دول كرينيا. طب قالوا كرينيا النيرف، قالوا كرينيا النيرف اللي رايح الارش لازم يكون ميكسد. لازم يكون يعني ايه ميكسد؟ اه موت، لانه هيغذي عضلات في الارش ها وسكين حوالين الارش. خلي بالك عضلات وسكين، لازم يكون النيرف ده ايه ميكس. دوروا في الكرينيا النيرف ال 12، قالوا في 12 كرينيا نيرف، يا ترى اساميهم ايه؟ ها تعالى نعدهم كده. واحد اسمه الفاكتوري، اول واحد اول كده نيرف اسمه الفاكتوري. ها تاني واحد اسمه اوبتيك، انا بشرح بالتفصيل الممل شويه في الاول. اوبتيك. تالت واحد اسمه اوكلوموتور، اوكلوموتور. ها رابع كرينيا نيرف اسمه تروكليار. خامس واحد اسمه تراي جيمينال، وزي ما احنا عارفين ليه ثلاث ولاد، ها سلمك ومجزيلة ليهم مانديبولار. سادس كرينيال نيرف اسمه ابديوسن. سابع الفيشيال. ها الثامن اسمه فيستيبولو كوكليار بتاع السمع، فيستيبولو كوكليار. التاسع اسمه جلوسو ها فارينجيال. العاشر اسمه فيجاس. ال11 اكسسوري. ال 12 هايبوجلوسال. يمكن انت قابلت نيرفات من دي قبل كده. ايه؟ ايه؟ اللي انا عمال اكتبه على السبوره ده ايه؟ خليك معايا. دول 12 كرينيال نيرف. 12 هتحفظهم كتير قوي السنه دي، هتقولهم كتير قوي. اول واحد ها والفاكتوري، الثاني اوبتيك، الفاكتوري بتاع الشم. ثاني واحد اوبتيك بتاع الفيجن. ثالث واحد اوكلوموتور بيحرك العين، سمعت عليه في سنه اولى ممكن. تروكليار ما سمعتش عليه قبل كده، بيحرك العين برضه بس بيغذي عضله واحده. ترايجيمينال مقسوم لثلاثه. ابيوسن بيحرك العين برضه ما سمعتش عليه كتير في سنه اولى. فيشيال سمعت عليه كتير. ها معايا؟ فيستيبلو كوكليار، فيستيبلو كوكليار بتاع الودان. ودان دي على فكره مسؤوليتها حاجتين اتنين، بتسمع كوكليار وفيستيبولار اتزان. ها فيستيبلو كوكليار ها جلوسو فارينجيال ها رقم تسعه. ها بتاع بيروح الطنج وايه والايه والفرنك. 10 فيجاس سمعت عليه كتير. 11 اسمه اكسسوري سمعنا عليه حتى ها معانا في ايه في الاناتومي. هايبو جلوسا ال 12. النيرفات دي ها لقوها ايه؟ لقوا النيرفات دي تعالى نحللها. اول نيرف اولفاكتوري ده سنسوري بس. اوبتيك تاني واحد سنسوري بس، الاثنين دول بتوع سبيشال سنس. اوكلوموتور التالت ها موتور بس. الدروكلير الرابع موتور بس. موتور فقط. سنسوري سنسوري موتور موتور. ولا واحد دول ينفع للقرش. ها اوفسالميك، الاوفسالميك هنا سنسوري بس. المجزيلري سنسوري بس. ها المانديبولار اول واحد ميكسد. اول كرينيا نيرف ميكسد اسمه ايه؟ ها مانديبولار. اول واحد ميكسد. ها الابيوسن موتور بس. ها الفيشيال ميكسد. تاني واحد ميكس ديسكو فيشيال. ها الفيستيبلو كوكليار، الفيستيبلو كوكليار سنسوري بس. بتاع سمع، ها سمع ده سنسيشن. ها سنسوري بس. جلوسو فارينجيال ميكسد، ثالث واحد ميكسد. ها معايا جلوسو فارينجيال ايه؟ ميكسد. معايا ولا مش معايا تايهين؟ كريان نيرف بنحلل الكريان نيرف. ها اقول تاني، انا هقولهم تاني، انا بكتبهم بس. نعم. الكلام ده تبع ايه؟ هقول لك انا تبع ايه؟ لا الكلام ده مش بك، بس عشان افهمك حاجه. هنطلع في الاخر هقول لك افهمك حاجه بقى في كده.
ماشي معلش يعني امشي معايا واحده واحده. عايز اقول لك المعلومه بالتدريج، بص معايا ها. جلوسو فارينجيال نيرف ده ميكس، يعني النيرف ده موتور، اما تدرسيه في الايدو نيك هندرسه لسه. موتور وسيبيد عضلات وبيدي احساس. ماشي ميكس. الفيجاس يا جماعه ميكس. الفيجاس ميكس. الفيجاس ها ميكس. الاكسسوري ها موتور بس. الهايبوجلوسال موتور بس. تاني هقول تاني بقى، هقول تاني، يا ريت تركز معايا الولاد اللي ورا. عندي 12 كريان نيرف، ها؟ طيب 12. أول واحد اولفاكتري، اولفاكتري ده بتاع إيه؟ اولفاكتري ده بتاع الشم، بتاع سنسيشن فقط. اولفاكتري ما بيعملش حاجة غير سنسوري. تاني واحد الأوبتيك سنسوري بس. تالت واحد الأوكلوموتور. الأوكلوموتور ده بيحرك العين، موتور بس. ها تروكلير، تروكلير ده يا جماعه بيحرك العين برضه بس بيغذي عضله صغيره، موتور بس. ترايجيمينال، ترايجيمينال ثلاثه، في سلمك وماكسيلري ومانديبولر، في سلمك بيور سنسوري، ماكسيلري بيور سنسوري، مانديبولر ها ميكسد. ها ميكسد، خليك معايا ميكسد. الابيوسنت نوع ايه؟ في كرينيف رقم 6 اسمه ابيوسنت، موتور بس. موتور فقط ها. الفيشيال ها نوع ايه؟ ميكسد. ميكسد ها. الفيستيبلو كوكلير ها نوع ايه؟ بتاع سمع بس، بتاع بسمع واتزان، ده سنسوري بس ها. جلوسو فارينجيال ده نوع ايه؟ ميكسد، ويدي عضلات في الفارنكس وسنسوري في الحته بتاعت الفارنكس. جلوسو فارينجيال. فيجاس ميكسد، الفيجاس على فكره بيدي موتور عضلات وسنسوري. فيجاس ميكسد ها. الاكسسوري موتور بس، الهايبوجلوسال موتور بس. ها في قاعده بقى، النيرف اللي رايح للقرش لازم يكون ميكسد. مين النيرفات اللي رايحه للقرش بقى؟ اول قرش النيرف بتاعه اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اختار انت بقى، انا عايزك تختار النيرف بتاع اول قرش يبقى اسمه ايه؟ اختار انت. مانديبولار. طب تاني قرش النيرف بتاعه اسمه ايه؟ فيشيال. طب تالت قرش النيرف بتاعه اسمه ايه؟ جلوسو فارينجيال. طب رابع قرش النيرف بتاعه ايه؟ فيجاس. برانش من الفيج اسمه حتى ايه مكتوب في الكتاب كده؟ سوبيريور لارينجيال. سوبيريور ها لارينجيال. طب سادس قرش النيرف بتاعه ايه؟ جاي من الفيجاس برضه، نيرف اسمه ريكارنت لارينجيال. الفيجاس ها بيدي نيرف للرابع قرش وسادس قرش، الخامس قرش ديجنريتد. مين النيرف اللي رايح للقرش؟ ها مين النيرف اللي رايح للقرش؟ كرينيال نيرف ميكسد. يعني انت كده هتقرا ايه؟ اول قرش النيرف بتاعه مش معنى مانديبولر، مش معنى خده مانديبولر، يعني اول قرش النيرف بتاعه اسمه مانديبولر لانه اول واحد ميكس. ها طب تاني قرش النيرف بتاعه فيش، فيش ده رقم، اشمعنى فيش؟ معنى الفيش ها اشمعنى الفيش رقم 7 لانه تاني واحد ميكس. ها طب تالت قرش جلوسو فارينجيال، ها النيرف بتاعه اشمعنى جلوسو فارينجيال بتاع تالت قرش؟ ها لانه تالت نيرف ميكس. ميكسد يعني ايه؟ موتور وسيب. القرش ما يروحلوش نيرف موتور بس ولا سنسوري بس، ميكسد وكرينيال نيرف. لقوا ان كل قرش ها في نيرف، النيرف بتاعه ده ميكسد. النيرف بتاعه ده ايه؟ ميكسد ها، اللي فيه كارتريج ها وفي نيرف وفي حاجه كمان في القرش ها. معايا كده عرفنا النيرفات هي ايه؟ اول قرش النيرف بتاعه ايه؟ ها مانديب. تاني قرش النيرف بتاعه ايه؟ فيشيال. احفظ معايا الكلام. تالت قرش النيرف بتاعه ايه؟ ها جلوسو فارينج. رابع قرش النيرف بتاعه ايه؟ سوبيرو لارينجيال ذا برانش من الفيجاس. ها واخر قرش سادس، مفيش خامس، سادس قرش النيرف بتاعه ايه؟ ريكارنت لارينجيال برانش من الفيجاس. في جدول كده في الكتاب ده المهم هقول لك عليه دلوقتي، في جدول مهم جدا جدا ده اللي هنحفظه. كل قرش في نيرف يا جماعه ميكس. طب في كل قرش في ارتري. الارت ده جاي منين؟ الارت ده في ارت جاي منين؟ في الامبرو في حاجه غريبه جدا، هنا الهارت. بص معايا في الامبرو يا جماعه، هنا في الحته دي الهارت. طالع من الهارت هنا اهو اورطه. ها اتفضل. اسم خمسه توتو زاور دول كلهم موتور بس قبل كده بيدي سنسور. معايا هو معلش على فكره الفرنجال ارش دي لو انت مذاكر هيد ونيك كويس هتلاقيها سهله جدا. لو انا خلصت كتاب الهيد ونيك هلاقيها سهله جدا، اللي فاهم الفيشن ميكس وفاهم الجلوسو فارينجيال ميكس، بس اللي بقول لك عليها دي اما تذاكرها هيد ونيك تفتكر انها ميكس. هقول لك ساعتها ان الجلوسو فارينجيال ده ميكس.
فيشيال، هو مش موتور بس فيشيال شهير ان هو موتور، انما في سنسور معايا. كل النرفات اللي بقول لك عليها دي ميكسد. لا البرانش بتاع الفيشيال اللي هو البرانشات اللي في الفيس دي اوبن، بس قبل الفيس بيدي سنسيشن. الفيشيال قبل ما يروح الفيس بيدي سنسيشن. هنعرف الكلام ده بقول لك في الهيد والنيك. تفتكر النيرف الفيشيال؟ لا كويس اسال. فيشيال نيرف يا جماعه ميكسد ماشي؟ فيشيال نيرف ميكسد. ها بص معايا، ها خلاص يا جماعه، ها في كل ارش في ايه كمان يا ولاد؟ في ارت. الارت ده جاي منين؟ في الامبرو في حاجه غريبه قوي. في الارت هنا طالع منه اورطه في الحته دي، وفي الاورطه ده في اورطه تاني ورا هنا. الامبرو ده في عنده اورطه امامي واورطه خلفي. اورطه ها ما عندناش الكلام ده، لا في الامبرو في كده اورطه امامي واورطه خلفي. شكل الاورطه في الامبرو زي الرسمه دي. ها الحته ده اهي القدامانيه دي اسمها الاورتيك ساك. ها واللي ورا دول اتنين بيبقوا اتنين دورسال اورطه وبيتحدوا مع بعض. اورطه امامي ده طالع من الهارت، يا ريت تركزوا معايا. في الامبرو في عنده حاجه اسمها اورتيك ساك، اورطه امامي، وفي اتنين دورسال اورطه. ما بين الاورطه الامامي والدورسال اورطه ها بيربطهم ببعض واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته، اسمهم اورتيك ارشز. هما دول الارتراهات اللي هنا. بيربط الاورطه الامامي بالاورطه الخلفي حاجه اسمها اورتيك ارت، دول الارت اللي هنا. ده الارت اللي فين؟ ها في رقم خمسه برضه بيحصل له ديجنريشن. يبقى انا عندي ها انا عندي دلوقتي في كل ارش لقينا في ايه؟ ها هعيد الشريط من تاني، لقينا في كل ارش في ايه بقى؟ لقينا في كارتج. كارتج ده ها شايفين هيعمل ايه؟ حاجات جديده. ها وهيعمل حواليه مصر. كارتج ده هيعمل حاجات، هيطلع منه دريفاتيف سكليتال ومصل. لقينا نيرف، النيرف اللي في القرش ده ايه؟ نيرف جاي منين؟ من البرين. نيرف ده كرينيال نيرف ميكسد. لقينا ارتري، الارتري اللي في القرش ده بيعمل ايه؟ بيربط الاورطه الاماني ها بالاورطه الخلفي، واسميه ايه عندي؟ اورتيك ارشز. تاني لقينا في كل، اتفضل. هو مش حضرتك بتقول ازاي سته اورتك ارشز وخمسه برانجيال؟ ما هو لا خمسه ده ديجنريت. بصوا ما سته اول حاجه بيبقوا اتخلقوا سته، خمسه في كل مرحله ديجنريت. يعني خمسه ده مش هيعمل، هقول لك خمسه هيعمل ايه دلوقتي؟ خمسه ده مش هيعمل رقم خمسه، ما فيش خمسه ماشي. ها خلاص يا جماعه، ها دي الاورتك ارش اهو، بتربط الاورطه الاماني ها بالاورطه الخلف. تاني اقول تاني من الاول، حاجه تاني من الاول. ها تاني يا اولاد تاني، انا عايز الناس مركزه معايا. انا عندي بعد اللي عينا الامبرو هنا شكله ها كلكيعه مكان الراس ومكان القلب. ها في الرقبه ها في ست كلاكيع اسمهم فارنجال ار، خمسه بيبقوا ديجنريت. الارش ده ها لقينا شكله كده في الكورونال سيكشن. كلامي سودير بص ها اكتو ها واندو. جوه الدبريشن هنا اسمه باوتش، واللي من بره ده اسمه كليفت. من بره الارش نفسه، الارش نفسه في الميزوديرم بتاعه اتكون ثلاث حاجات. ها كارتريج هيبقى حاجات سكليتال. ها نيرف، ها نيرف معايا. النيرف ده جاي منين؟ ايه النيرف ده جاي منين؟ كرينيال نيرف. كرينيال نيرف ايه؟ ميكسد. كرينيال نيرف ايه؟ ميكسد. ها معايا. وارتري، الارتري ده جاي منين؟ الارض ده بيربط الاورطه الاماني ها بالاورطه الخلفي. في الامبريو احنا ما عندناش الكلام ده، احنا هضل لما تقول واحد في اورطه امامي اورطه خلفي اضحك عليه يقول لك ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ في اورطه امامي؟ لا في الامبريو في اورطه اماني واورطه خلفي. بيربط الاورطه الاماني بالاورطه الخلفي، بسمي ده اورتك ايه؟ ارش. عددهم سته، خمسه ديجنريت، رقم خمسه بيحصل له ديجنريشن. تمام؟ ها ادي ايه؟ ادي الارش عباره عن ايه؟ تمام؟ لو انا بصيت على القرش بقى ها ديسكريبشن او الشيب بتاعه، قال لي القرش اول قرش ده بيتقسم لاثنين بروسيس. واحد انا بكتب واحد دايما مرتين، واحد ها وتحته واحد، واحد واحد ده الفيرست قرش. الفيرست قرش ده بينقسم الى اثنين بروسيس، واحد فوق واحد تحت. اللي فوق ده شورت قصير شويه اسمه ماكزيلاري بروسيس. ها اللي فوق ده اسمه ايه؟ ماكزيلاري بروسيس. واللي تحت ده اسمه ايه؟ ها مانديبولار بروسيس. اول ارش هينقسم الى اثنين بروسيس كانه ارشين.
اول ارش هينقسم الى ايه؟ ليه هينقسم الاثنين بروسيس؟ ايه؟ فكر كده ليه؟ هيبتدي يتكون ما بينهم فتحه. ايوه ده البق. شوف اول حاجه هتتكون لسه مفيش بص مناخير ولا عينين ولا اي حاجه، الدنيا مقفوله مصمطه املس. الامبريو بقى لا عينين ولا مناخير ولا اول حاجه هتتكون ايه؟ اول حاجه هتتكون ها فلس ارش ينقسم الى ماكسيلاري ومانديب، ده مكان البق. ها بعد كده ده السكند ارش، ده السكند، ده السكند. ها سكند ارش ها بيسموها هيويد ارش، بيسموه ناحيه عند حاجه اسمها الهيويد بون. الثالث والرابع، الثالث والرابع دول قصيرين، بيبقى مش واصلين قصيرين يعني مش واصلين الميد لاين، بيبقى ما بينهم كده الحته اللي في النص اللي ما بينهم دي بيسموها اخر النك، اخر حته في النك، اخر حته في النك بيقولوا عليها ايه؟ هايبو، هايبو يعني تحت، اخر من تحت، هايبو برانكيال، برانكيال يعني نك، ها ايمينينس. يسموا الحته دي اهي ها هايبو ها برانكيال ايمينينس، هايبو يعني تحت. هايبو يعني تحت، برانكيال يعني نك، ايمينس يعني حته ها مكلكعه في النص. هايبو برانكيال ايمينس. تمام؟ ده اللي في النص اهو ما بين الثالث والرابع. ده المنظر ده من السادس مستخبي جوه، السادس مش شايفه. سادس ارش مستخبي. ها شكل الارش عامله ازاي ديسكريبشن؟ اول ارش هينقسم ايه؟ ها الى اثنين بروس، هينقسم الى ايه؟ اثنين بروسيس ايه هما؟ ها ماكسيلاري. ليه انقسم؟ ليه؟ بص على فكره انقسم ليه؟ عشان دي اول خطوه في تكوين شكل الوش ده، ده البق. الواحد مننا بيطلع بقى ايه؟ واحد بيطلع بقه واسع، بقه ضيق، ها بقه منمنم، بقه مش عارف ايه، كل ده مرتبط بايه؟ انت بقك ده ها مرتبط بمين؟ بالماكسيلاري والمندبل. دول يتنون بقى ايه؟ يقفلوا، يقفلوا على بعض، يعني ماكسيلاري والمندبل قفلوا على بعض جامد قوي، الدنيا قفلت قوي، يبقى بقك منمنم صغنن ها ما قفلوش قوي، واحد مننا ما قفلوش الماكسيلاري والمانديبولار، يبقى بقى ماكسيلاري ومندهم، ادي مكان البق. ده مكان اول، بص اهي مكان البق هيبقى ايه؟ مكان البق هنا اهو، ده ما بين الماكسيلاري والمانديبولار هيبقى ده البق. تمام؟ ادي شكل الار. يبقى انا دلوقتي ها عرفت ايه الارش؟ اقول تاني، هعيد تاني كده بسرعه اللي انا قلته، ملخص، الخص الكلام اللي انت قلته كده، ها لخص الكلام. شوف نفسك لو مش فاهم حاجه اسالني، ها لو مش فاهم حاجه. ها الارش ده عباره عن الامبريو بعد الفولدنج، بقى عباره عن ايه؟ فور برين سويلنج، مكان الهيد بريكارديال سويلنج، وفي النص لا الرقبه دي فيها كلاكيع، كلاكيع دي سته بس خمسه جنريت، الكلاكيع دي اسمها فارنجيال ارش او برانكيال ارش. الارش دي عباره عن ايه؟ حللناها عملنا فيها كرونال سيكشن، هنا من بره خلايا اكتودير ومن جوه خلايا اندودير وفي النص خلايا ايه؟ ميزودير. ها الارش ما بينها وبين بعضها من جوه في خمسه حاجه اسمها ايه؟ باوتش، عددهم خمسه، ومن بره الاكتودير في ديبريشن اسمه ايه هنا؟ الكليفت. من بره الكليفت ده خارجي والباوتش ده جوه، والارش نفسه ميزودير. الارش نفسه هيتكون فيه ايه؟ ثلاث حاجات افتكر، كارتلج ها ونيرف وارض. الكارتج ده اتكون من ميزودير، هيعمل حاجات سكليتال وهيتكون حواليه مصر. طب النيرف ده جاي منين؟ جاي من الهايند برين. طب النيرف ده جاي من الهايند برين، كرينيال نيرف. ها النيرف ده نوع ايه؟ ميكس. تدور على الكرينيال نيرف كده ال 12 الميكس اللي فيه، تلاقي دول رايحين الارش. ها معايا ميكس. طب الارتر اللي هنا، الارتر ده بيعمل ايه؟ بيربط حاجه اسمها الفنترال اورطا، الاورطا الامامي ها بالدورسال اورطا، الاورطا الايه؟ الخلفي. بيعدي فين؟ في الارش. ها معايا اهو المنظر ده، عددهم سته وخمسه ديجنريت. تمام؟ شكل الارش من بره ايه؟ اول ارش ينقسم الى اثنين بروسيس، ماكسيلاري ومانديبولار، ده يقول لك لونج بيقابلوا بعض. اما الماكسيلاري شورت ها، وما بين الماكسيلاري وتحت المانديبل هيكون فتحه ايه؟ بق. دي فتحه البق بعد كده، ماوس كابيت، هيبقى ده الماوس ها. تحت دي الارش هتبتدي يكون حاجات اللي تحت دي، الحته اللي تحت خالص دي بيسموها هايبو برانكيال ايمي. تمام؟ ادي شكل الارش. طيب معايا اولاد كده؟ معايا في الكلام ده ولا لا؟ حد مش معانا؟ حد عايز يسال في حاجه في النهايه في الكلام ده؟ اتفضل. ايه الاورطه الاماميه؟ طالع من الهارت، ده اللي طالع من القلب، يعني القلب هنا اهو، بص القلب هنا، القلب هنا اهو. اورتك ساك طالع منه هنا. ها وبيتصل بورا بحاجه اسمها دورسال اورتا عن طريق ستة ارش اللي انا قلت لك عليهم دول. ها الاورتك ساك اللي طالع من الهارت، هقول لك هيعمل ايه دلوقتي؟ هتفهم لما يعمل ايه. ها اي حد نفسه يسال في حاجه؟ نعم؟
فين اللي على الشمال؟ ده؟ ناحية ده؟ ده هو؟ دي الاورتك ساك اهو، دول اسمهم اورتك ار، واللي ورا دول ده دورسال اورتا، الاثنين زي بعض. اثنين اه بيتاخدوا مع بعض. يقوموا اثنين ويتعمل له سكة دورسال اورتا. ها؟ خلاص يا جماعة؟ ها؟ طيب لغاية دلوقتي، لغاية دلوقتي الصفحة دي، ده الكلام ده كله مفروض أعرفه في صفحة. ده ما بيجيش سؤال. إيه السؤال؟ حط إيدك على السؤال. حط إيدنا على السؤال، أما تيجي تذاكر بقى. ها؟ معاك؟ معلش لازم عشان مش هقول لك بقى السؤال على طول. ها؟ معايا؟ إحنا مش برنامج يعني أوائل الطلبة، هقول لك السؤال، السؤال والإجابة. ها؟ لا بص معايا. السؤال يا جماعة بيجي إيه؟ ها؟ في الفرنجال ارش هما ثلاث أسئلة. ديريفاتيف اوف ذا فرنجال ارش بيعملوا لها جدول، أو ديريفاتيف اوف ذا فرنجال كليف كلمتين وربط غطاهم، أو ديريفاتيف في الفرنجال باوتش، هما ثلاث أسئلة. إيه الأسئلة؟ ها؟ السؤال بيجي فين؟ ثلاث أسئلة في الحتة دي. جدول اسمه ديريفاتيف اوف ذا فرنجال ارش، الجدول ده تحفظه. حفظ جدول ده اكتب عليه، هو ده الحفظ. الصفحه الاولى دي ها الشويه الاولين دول للفين معايا عشان تعرف السؤال بيجي لي فين. ديريفاتيفز اوف ذا ها فرنجال ارش، خليك معايا. ديريفاتيفز يعني الحاجات اللي طالعه الارش ده هيعمل ايه بعد كده، الارش ده هيكون ايه في الهيد والنيك. هيكتب لي تحت الجدول ده، هتلاقي الجدول ده ديريفاتيف كل ارش، وقدامه قدامه يا جماعه اربع عناوين. بص اربع عناوين، سكليتال ها وماسكولار ونير وارض. كل ارش ها ميزودير هيطلع حاجات سكليت، سكليتال دي جايه من كارتلج، وفي نيرف في الارش. كل ارش ليه نيرف، ده انا عارفه، متاكد ان انا عارفه. ها وفي ارتري في الارش، الارت ده هيجي منين هقول لك دلوقتي، جاي من الاورتيك ارش ده وهيبقى ايه. ها تمام. وفي ايه كمان؟ في ماسل، الماسل دي هي ماسل سبلايد بالنيرف ده، النيرف ده الكرينيان، النيرف ده اي نيرف هنا هو ميكسد موتور وسنسو. الماسل اللي طالعه من الارش هي ماسل سبلايد بالنيرف ده. اديني مثال مثلا، يعني الماسل بتاعه الفيز مثال، ها الماسل بتاعه الفيز سبلايد بنيرف اسمه ايه؟ سبلايد بنيرف اسمه ايه؟ فيشيا. والمصل بتاعت الفيس تطلع من انهي حته؟ لو قال لي ها لو قال لي الامبريال بتاعه طالعه منين؟ من السكند ارش. اللي النيرف بتاعها اسمه ايه؟ ها فيشيا. النيرف بتاع السكند ارش مين يا عم؟ النيرف ده فيشيا. فيشيا نيرف. معايا؟ ها فالمصل اللي طالعه من الارش هي مصل سبلايد بالنيرف ده، ما احنا اتفقنا ان النيرف ده ميكسد موتور وسنسور، الموتور اللي فيه بيدي المصل اللي طالعه من الارش. ها النيرف ده بيدي المصل. معايا؟ لو انا مذاكر النيرفات دي على فكره، لو انا مذاكر النيرفات هيد ونيب هقول المصل بمنتهى السهوله. هقول المصل دي بمنتهى، يعني تخيل كده انت ذاكرت الابر ليمب في سنه اولى، قال لك ايه مثلا؟ قال لك في نيرف اسمه الميديان نيرف، طبعا انت مش فاكر حاجه دلوقتي انا عارف. ها في نيرف اسمه الميديان، قال لك بيدي ايه مصل؟ لو انت في سنه اولى كنت زمان يعني جابوك كده من ست شهور فاتوا. معايا ميديا نيرف دي ايه؟ كنت هتقول ميديا نيرف دي ايه؟ ميروني تورتيلز وفليكسور كاربي رادياليس وبالباريس لومبس وفليكسور سوبرفيشاليس، وخش في الهاند بيديني ايه؟ مجموعه ونص بس، يعني دول سهله. انما لو جبتك كده في اول السنه اللي فاتت قلت لك الميديا نيرف بيدي ايه؟ ليه الميديا نيرف؟ مين ده؟ ميديا مين الميديا نيرف؟ مين ده؟ ولا اعرفه. ها معايا؟ لما تذاكر النيرفات دي هتلاقي المصل ده دول دي بمنتهى السهوله، سهله جدا. المصل دي سهلة، هي سبلايد بالنيرف. المصل اللي طالعة من الأرش سبلايد بإيه؟ بالنيرف، تمام؟ طيب، هيمسك لي الأرش كده، تعالى بقى عشان نقول، ها، في حاجات سكليتال. سكليتال، ها، حاجات سكليتال. سكليتال، بص لي على الرسمة دي، أنا عايز الرسمة دي. إيه الحاجات السكليتال بتاع كل أرش؟ ها، حاجات سكليتال، سكليتال ده يعني بون وليجامنت. بون وليجامنت معايا كده، خليك معايا.
اول ارش انا راسم الرسمه دي كده، اول ارش عباره عن ماكسيلري ومانديبولر. الماكسيلري بروسيس ما قالش سيرته في الجدول، بس عشان افهم ماكسيلري بروسيس هيعمل الماكسيلا بالزيجوماتيك بون بعد ميه هنا اسمها التمبرو. يعني انا كان عندي حاجه اسمها ماكسيلري بروسيس وانا امبريو عملت لي الحته دي كده. الحته دي عباره عن ايه؟ المنطقه دي عباره عن ايه؟ عظم. ها لو انا قلت لك العظم هنا اسمه ايه؟ تعرف؟ ما تعرفش لسه، لسه ما دخلتش سنه ثانيه. العظم ده اسمه ايه؟ اهو ماكسيلا وزيجوماتيك وتمبرو. ها المجزله بروسيس بيعمل الحته دي اهي، مجزله بروسيس ها البونه دي. طب انزل تحت بقى المانديبولر بروسيس، هو الفيرست ارش عباره عن مجزله، ده الفيرست ارش يعني الحته ها المكان الوش ده اهو، المكان ده كده ده كان الفيرست ارش وانا امبريو. مجزله دي هيعمل الجزء الفاير، امال المانديبولر بروسيس ها هيعمل ايه؟ دايما اكتب الفيرست واحد وتحته واحد. المانديبولر بروسيس هيعمل لي ايه بقى؟ هيعمل لي اول حاجه عظمتين فوق خالص جوه خالص اهو في الودان. ايه ده انا عندي عظم في الودان؟ اه تصدق ده انا عارفه من واحنا في ثالثه اعدادي. تسمع عن ثلاث عظمات، واحده اسمها المطرقه، واحده اسمها السندان، واحده اسمها الركاب. المطرقه والسندان والركاب. المطرقه يعني الشاكوش. جوه ودنك كده عظمه عامله زي الشاكوش، مطرقه. ها والسندان يعني الاجنه اللي بينضرب عليها. السندان والركاب عظمه، الاثنين دول راكبين فوق عظمه ثالثه. ها معايا؟ المطرقة والسندان والركاب. ها المطرقة ها يقول لك عليها اسمها ايه بقى؟ المطرقة اسمها ميليس. المطرقة دي يعني عظمة اسمها دي عظمة في الودان. والسندان ها ترجم معايا. افتح بقى الحتة اللي هتذاكر منها، السندان اللي هو ايه؟ انكس. ميليس وانكس دول على فكره في الودان. هيطلعوا منين يا عم دول؟ في الفيرست ارش. ها طب انزل تحت شويه، ها هنخش بقى على السكال. في حته كده في عظمه السيفينويد اسمها سباين اوف سيفينويد، حته في السيفينويد وخلاص عظمه في السكال، هتطلع من الفيرست ارش. ها طالعه من الفيرست ارش. بص معايا يا جماعه، ركزوا معايا عشان تفهم الكلام. في ليجامنت ماسك من السكال نازل على المانديبول، ماسك من السكال لغايه المانديبول، ماسك في السيفينويد لغايه المانديبول. يسموا الليجامنت ده ايه؟ اسفينو ها مانديبولار ليجامنت من فيرست ارش. ها بعد كده المانديبول نفسه، المانديبول فاكر المانديبول نوعه ايه؟ مانديبول اوسيفيكيشن نوعه ايه؟ واحد قال لي المانديبول اوسيفيكيشن نوعه ايه؟ اقول له ميمبرينو كارتليجينوس. ممبرين بيتكون حوالين الكارتج اسمه ايه؟ ليه اسم بقى، واحد قال اسم الكارتج ده اسمه ميكلز. ها ممبرين حوالين الميكلز كارتج، في كارتج هنا اللي هو الكارتج بتاع الفيرست ارش. ها قال لي بيتكون ممبرين حوالين كارتج اسمه ايه؟ ميكلز. الفيرست ارش هيطلع ايه سكليتال يا جماعه؟ معانا ورا ولا لا؟ هيطلع ايه سكليتال؟ احفظ معايا، هو حفظ اه بس لازم خلي سهل، هخلي الحفظ سهل. الفيرست ارش هيطلع ايه؟ ها ميليس مطرقه، انكس ها السندان ها حته في السيفينويد لو ما افتكرتش ايه مش مهم دلوقتي. ليجامين اسمه سفينو رايح على المانديبول. ها المانديبول نفسه في حاجه اسمها لينجولا مانديبول معايا. ها المانديبول نفسه هيتكون من برين حوالين كارترش اسمه ايه؟ ميكنز. الفيرست ارش هيطلع الحاجات دي كلها سكريتال. سكريتال اهي بص واخده ايه المكان ده كده اهو. سكريتال الفيرست ارش هيعمل لي حاجات من اول وداني من جوه وداني لغايه هنا تحت. هيعمل لي الحته دي فيرست ارش اهو. فيرست ارش كان هيعمل لي الحاجات هنا. طيب ها والمجزله اللي فيه بيعمل المجزله فوق والتمبورال فوق. ها طب انزل تحت شويه السكند ارش هيعمل ايه سكريتال؟ هيعمل ايه سكريتال؟ هيعمل عظميه برضه في الودان. ها ثالث واحده بقى اسمها ستيبس اللي هي العظمه الركاب. قلنا ميليس وانكس. ثالث واحده اللي تحتهم اسمها ستيبس معموله من السكند ارش. اطلع بره في السكال ها في حته بارزه كده في عظمه السكال اسمها ستايلويد بروسيس. اسمها ايه؟ ستايلويد. دي طالعه منين؟ الستايلويد بروسيس خليك معايا طالعه من السكند ارش. سكند ها ستيبس ها ستايلويد بروسيس ها. طب ايه العظمه اللي تحت المانديبول؟ انا عايز السكند ارش اعمل عظمه تحت المانديبول. ايه العظمه هنا؟ تسمع عن عظمه اهو. في عظمه هنا اسمها الهايويد بول. اسمها ايه؟ الهايويد بول.
قال السكند ارش ها هيعمل ليجامنت رايح الهيويد بون اسمه ستايلو هيويد ويعمل هيويد مش كلها مش كل الهيويد بون هيويد بون دي شكلها عامل ازاي المنظر ده ولا بص المنظر ده هيويد بون لها ايه لها حته طالعه لفوق كده قدام اسمها ليزر هول ليزر هول ولها بودي ولها جريتر هول السكند ارش هيعمل ايه هيعمل الليزر هول وحته من البودي ليزر هول وابر بارت اوف ذا بودي سكند ارش هيعمل يا جماعه خليكم معايا هيعمل ايه ليزر هول وحته من البودي ها ده السكند ارش بتاع ايه هيعمل ها جزء في الهيويد بون مع الستيبس مع الستايلويد بروسيس مع ستايلو هيويد ليك دايما السكند ارش قول لي افتكروا كده وانت بتحفظه بحرف الاس اس ها السكند بيعمل ستيبس اس ستايلويد بروسيس ستايلو هيويد ليجامنت ليزر هول اس ليزر هول بتاع الهيويد بون الحته اللي في الهيويد بون اللي فيها حرف الاس ليزر هول بيعمل حاجات افتكرها بحرف الاس كده حاجه ده السكند ارش امال السيرد ارش هيعمل ايه يا اولاد السيرد ارش سيرد حد معانا يا كريم ها كريم ورا السيرد ارش هيعمل ايه بص على الرسمه يا كريم قول لي السيرد ارش هيعمل ايه هي سكليتال هي سهله قوي هيعمل حاجه واحده والله حاجه واحده بس لو بصيت على السبوره هتقولها لي هيعمل ايه ايه الحته اللي ورا في الهيويد بون كبيره قوي دي جريتر هول وحته من البودي سيرد ارش هيعمل ايه الجريتر هول وحته من البودي هيويد بون هيويد بون معموله منين من السكن ومن السيرد ارش تمام ها امال الفورس ارش هيعمل ايه الارش الرابع هيعمل ايه ايه تحت الهيويد بون ها تحت الهيويد بون هنا تحت الهيويد بون في كارتريدج ها عامل زي البون كده كارتريدج بيبقى بارز في المين ها في الرجاله الرجاله الرفيعين الرجاله التخان لا الرقبه التخينه لا كارتريدج في الرجاله الرفيعين عمرك سمعت عليه اسمه ايه اسمه بالعربي ده انا عارف اسمه تفاحه ادم عمرك كان سمعت عن حاجه انا اسمها تفاحه ادم ها اسمها ايه بالانجليزي بقى تفاحه ادم دي اسمها ايه بالانجليزي اسمها ثايرويد كارتريدج ثايرويد كارتريدج ها ثايرويد كارتريدج ثايرويد كارتريدج ده لارنكس حنجره لارن معايا يا اولاد خليكم معايا بس ها ثايرويد كارتريدج لارنكس طالع منين طالع من الفورس ارش ها طالع من الفورس ارش تحت الايه تحت الهيويد طب تحت الثايرويد كارتريدج بقى ها في ايه بقيه اللارنكس اللارنكس فيها كارتريدج تاني طالعه من السكس ارش اسماء الكارتريدج تاني هنعرفهم بعد كده في اللارنكس واحد اسمه كيريكويد واسمائهم جلسه شويه دلوقتي كيريكويد واريتينويد وكورنيكوليد وكيونيفور بقيه الكارتريدج اللي في اللارنكس خليهم بقيه الكارتريدج لغايه ما نعرف الايه الكارتريدج دول ها بقيه الكارتريدج طالعه منين؟ طالعه من السكس ارش ها حد مركز معايا تقدر تقول بقى اول ارش ايه سكليتال؟ ها بص على الرسمه دي اول ارش هيطلع ايه حاجات سكليتال؟ جمع كده حاجات قول معايا اول ارش هيطلع ايه سكليتال؟ ها هيطلع ايه؟ تقدر تقول؟ محدش قال حاجه ها ميلياس ها وانكس وحته في السفينويد بون وليجامنت اسمه سفينو مانديبولار ومانديبول اول ارش هو الاول ارش اهي عند اول ارش الحته دي طب تاني ارش تحته جاي برضه من فوق كده تاني ارش طلع ستيبس في الودان ستايلويد بروسيس ها بيطلع ليجامنت اسمه ستايلو هيويد ده كلها دريفاتيف ستايلو هيويد بيطلع حته في الهيويد بون الابر بارت بتاع البودي والليزر هورن هنا ها طب تالت ارش هيطلع ايه بقيه الهيويد طب رابع ارش هيطلع ايه؟ ها ثايرويد كارتريدج. طب سادس ارش خامس مفيش ها طب سادس ارش هيطلع ايه؟ بقيه الكارتريدج بتوع اللارنكس، اللارنكس دي على فكره الحنجره عباره عن كارت منها ثايرويد كارتريدج كبير وفي كذا كارتريدج كمان، بقيه الكارتريدج طالعه منين؟ طالعه ها من السكس ارش. تقدر تقولهم تاني؟ ها اول ارش هيطلع ايه؟ حد مركز؟ ها تيجي نحفظ اول ارش هيطلع ايه؟ ها ميلياس وانكس مطرقه والسندان ها هيطلع حته في السفينويد سفينو مانديبولار ها مانديبول طب تاني ارش هيطلع ايه؟ ها ستيلز عظمه في الودان اسمها الركاب ستايلويد بروسيس ها ستايلو هيويد حته في الهيويد بون اللي هي الليزر هور والابر بارت اوف ذا بودي ها تاني ارش طب تالت ارش بقيه الهيويد
طب رابع قرش ها ثايرويد كارترج هنازل تحت بعد الهيود في ثايرويد كارترج. طب بعد الثايرويد كارترج ها تحت خالص في ايه؟ بقيه الكارترج بتاعه اللاركس. ها كل قرش هيطلع اسكيد. خلي بالك خامس قرش ايه؟ ديجنريتد. معانا يا جماعه خامس قرش ايه؟ ديجنريتد. كل قرش هيطلع ايه؟ دريفاتيف. لازم اعرف ماشي. طيب في خانه النيرف بقى في كل قرش ها معايا يا اولاد؟ في خانه تعرف تقول لي كل قرش النيرف بتاعه اسمه ايه؟ سهله بقى بتاعتك دي بقى تعرف تقول ولا لا؟ اول قرش النيرف بتاعه ايه؟ اول قرش مانديبولار. خلاص بقى اشمعنى في فيكسد؟ طب تاني واحد فيشيال. طب تالت واحد جلوسو فارينجيال. طب رابع واحد سوبيرو لارينجيال بالفيبس. ده برانش بالفيبس سوبيرو لارينجيال ها سوبيرو لارينجيال. في نيرف رايح اللارنكس طالعه من رابع وسادس قرش. رابع وسادس قرش بيعملوا الحته اللي تحت في النك اللي هي اللارنكس حنجره. ها معايا؟ النيرف اللي طالع من رابع او رايح رابع قرش سوبيرو لارينج جاي من الفيجاس. ها تمام. طب سادس قرش النيرف بتاعه اسمه ايه؟ ريكارنت لارينج. خلي بالك الريكارنت ده هو انفيرو لارينج بس ما يقدروش يسموه انفيرو. يعني في سوبيرو لارينجيال انت عارف اخوه اسمه ايه؟ انفيريور. بس ما فيش انفيريور يعني في الاناتومي كده ما فيش حاجه اسمها انفيريور لارينجيال. امال بيسموه ايه؟ ليه سموه ريكارنت؟ لانه ساب ورجع مرتد. الريكارنت يعني ساب الفيجاس قال له فيجاس انزل انت وانا هرجع تاني لفوق فبيسموه ايه؟ ريكارنت لارينجيال. ها معايا كده؟ فكل قرش النيرف بتاعه ايه؟ ها انا عارفه ميكسد كرينيال نيرف ايه؟ ميكسد. خانه النيرف عرفته ولا لا؟ اول واحد اول واحد وتسمع معايا ها مانديبولار. اطلع حافظ بس الحته دي. اول قرش نيرف بتاع مين؟ مانديبولار. اشمعنى مانديبولار؟ ان اول نيرف مكسيكو. تاني واحد ها فيشيال. تالت واحد ها جلوسو فارينجي. رابع واحد جاي من الفيجاس اسمه ايه اللي جاي من الفيجاس؟ سوبيرو لارينجي. سادس واحد جاي من الفيجاس برضه اسمه ايه؟ ريكارنت لارينجي. ريكارنت ايه؟ لارينجي. تمام؟ ادي النيرف. طب في خانه المصري هي المصل اللي سبلايد بالنيرف. يعني ايه؟ يعني مثلا طب المصل دي ممكن ما احفظهاش دلوقتي، المصل دي مش مشكله، ما تقعدش تغلب نفسك دلوقتي، هتبقى سهل قوي لما تذاكر النيرفات دي في الهيد والنيرف. يعني ايه؟ يعني مثلا المانديبولار نيرف بيعمل سبلاي حاجه اسمها مصل اوف ماستيكيشن. ها بيعمل سبلاي مصل اسمها مايلو هيوز، ما تعرفهاش دلوقتي، اما تذاكر هيد والنيرف هتبقى سهل قوي. ها بيعمل سبلاي المصل او المصل اللي طالعه من القرش هي المصل اللي سبلايد بالنيرف. يعني مثلا الفيشيال، الفيشيال ده حبيبنا هيقول لك ايه؟ المصل اللي طالعه من السكند ار. اقرا كده مصل اوف ذا فيس، مصل اوف ذا سكالب. عارفينهم دول؟ مصل اوف ذا فيس طالعه من ايه؟ من السكند. مصل اوف ذا سكالب طالعه من ايه؟ من السكند. معايا؟ وفي مصل ثانيه سبلايد بالفيشيال، مش دول بس الوحيدين. فالمصل اللي سبلايد للفيشيال هي اللي طالعه من السكند وهكذا. يعني ايه؟ الجروسو فارينجر ده كان رقم تسعه. ها بتاع ثالث قرش بيدي ايه؟ بيدي مصل واحد. جروسو فارينجر ده على فكره جروسو فارينجر ده نيرف وفي. عدى على مصل كتير وقليل. عدى على مصل كتير وقليل، كده نيرف حاله. عدى بس ما اداش في حياته الا هي مصل واحده. ها حبوا بعض هو والمصل دي، حكايه مصل ونيرف. المصل دي اسمها ايه؟ كانت هتبقى لك عندك اسمها ستايلو فارينجس. ستايلو فارينجس ها جلوسو فارينجال ادى مصل واحده اسمها الستايلو فارينجس. ها معايا؟ نفس الكلام سوبيرو لارينج ادى مصل واحده في اللارنكس. المصل دي ممكن تاجل حته المصل ها عشان بس ما تحفظش كده لما تذاكر النيرفات. تمام. طيب بعد كده في خانه الارترهات. يا جماعه ركزوا معايا، الجماعه اللي ورا عرفت السكليتال ها عرفت النيرف ها ميكسل كرينيال نيرف ميكسل عرفت المصل سبلاي بالنيرف. في خانه الارترهات بقى بص معايا، بص معايا على الرسمه دي، بص معايا بقى. بص معايا يا اولاد على الرسمه دي. احنا بص معايا لو سمحت، خليك معايا بقى، خليك معايا عشان توصل. انا عايز نفسي انت توصل للمعلومه بنفسك. يعني ايه المعلومه يا جماعه؟ مش حفظ بس، يعني لو انا توصلت لها كده بفهم هتبقى كويسه. ده الاورتك سات. الاورتك سات ده فنترال اورتك. احنا في الادلت، احنا في الادلت ما عندناش حاجه اسمها اورتك سات. احنا كادلت ما فيش حاجه اسمها اورتك سات. امال عندنا ايه؟ ايه اللي طالع من الهارت؟ لو واحد قلت لك الاورتك سات في الام طالع من الهارت ماشي. طب احنا في الادلت
جماعه خليكم معايا. احنا في ايه اللي طالع من الهارد؟ اقول لك احنا عندنا حاجه طالعه من الهارد كده جايه من ناحيه اليمين وحاجه جايه من ناحيه الشمال. ايوه ما انا عارفهم دول. ايوه دول سهلين قوي. ها ايه ده؟ ايه اللي طالع من الهارد من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال؟ ها طبعا سهله. تقوم انت قايل لي ده هو اسمه بالمونري ترانك. وتقوم انت قايل لي ده هو اسمه اسندنج هات اورتا. دول طالعين من الهارت بالمونري ترانك واسندنج اورتا. الاورتك ساك ده ها بيتحول الى بالمونري ترانك واسندنج بتقسم بالمين. ها وايه كمان؟ الاسندنج اورتا ده بيطلع منه حاجه اهو برضه اورتك ساك ويكمل كده بحاجه دي اورتك ساك. معايا الاسندنج اورتا بقى هنا غير اسمه وطلع منه الحاجه دي وكمل. ايه ده؟ ده الارش بتاع الاورتا. ارش. امال ايه ده اهو؟ اول حاجه طلعت من الارش، في حاجه كده طالعه من الارش اسمها ايه؟ ده اهو اسمها براكيو ها سيفاليك ارت. كل ده ها كل ده المكان الحته دي. ها ده بالونه ترامب. السنج اورتا ارش في اورتا براكيو سيفاليك ارش بتاع الاورتا. معايا ده مكان مين؟ الاورتك ساك. طيب انا عايز الاورتك ارش دي هتبقى ايه؟ ها خليك معايا واحده واحده كده. اول ارش اول ارش ها اول ارش خليك معايا عشان هنفهم واحده واحده. اول ارش ها ديجنريتد ما عدا اخر حته فيه هتطلع ارتري. الارتري ده اسمه ماكزيلاري. ماكزيلاري ها ما سمعناش عليه لسه او سمعنا عليه خفيف. ماشي استنى بقى واحده واحده. تاني ارش ها تاني اورتيك ارش ديجنريتد ها ما عدا اخر حته في ارتري اسمه ستابيديال. برضه ولا سمعنا عليه ولا حاجه. ستابيديال يمين وشمال زي بعض. معايا ولا سمعنا؟ خليك معايا بقى واحده 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 كده. طيب تالت ارش ها تالت ارش هيفهمني في حاجه. ها تالت اورتيك ارش طالعه من الحته دي كده اهو ده رقم ثلاثه. حاجة طالعة من هنا وتروح الحاجة دي مقسومة إلى اثنين، أدي واحد أهو. ها واحد تاني أهو. أهو يا ترى إيه دول؟ طب استنى. ها والمكزيلري ده أهو اللي كان طالع من أول أرش ها يشبط هنا، يبقى طالع من الحتة دي. والاستابيديال ده أهو رايح الودان استابيديال رايح لعظمة اسمها ستيبس يشبط هنا طالع من هنا. هو ايه ده؟ حاجه طالعه من القرش في اورطه واتقسمت اتنين دايما ممكن ده نقول عليه كومون كاروتيد. ايوه ها معايا فكر معايا. طب ده اهو اللي طالع منه المكزيلري في اخره اكسترنال كاروتيد والتاني ده اهو مين؟ انترنال كاروتيد. انترنال كاروتيد ها عند الودان كده لسه ما درسناش الكلام ده بيطلع استابيتيا. ها تالت قرش هيعمل نفس الكلام الناحيه دي اهو من عند البراكيو سيفاليك اروح مطلع تالت ارش اهو يعمل لي واحد الناحيه دي ها واحد الناحيه دي اهو ده كده المكزيلري يشبط في ده والاستابيديال يشبط في ده. ها تالت ارش هيطلع ايه؟ تالت ارش هيطلع ايه بقى؟ قول ها كومون كاروتيد ها واكسترنال ها وانترنال. عيلة الايه الكاروت طالعة منين؟ من تالت ارش. طب استنى شوية هنفهم أكتر. طب رابع ارش، رابع ارش ناحية الشمال هيكمل ده كده. وناحية اليمين هيبقى طالع كده. أهو إيه ده؟ هيبقى إيه؟ رابع ارش ناحية الشمال هيكمل ويطلع منه أرتري بعد كده. ناحية اليمين هيبقى ده، ده رايت كومن كاروت. أسمي ده إيه؟ ها؟ أسميه إيه؟ حد يعرف؟ رايت سب كليبيان تمام. ها طيب ها رابع ارش ده رابع ارش هنا هيطلع منه ها ليفت. وايه ده؟ ايه ده؟ ليفت سب في يبقى ده ايه؟ ارش برضه بتاع الاورطة. ارش اوف اورطة الارش بتاع الاورطة في الاناتو. رابع ارش ناحية اليمين هيعمل ايه؟ ها رايت سب كليبيان. ها ناحية الشمال هيعمل ايه؟ ارش اوف اورطة. خامس ارش مش هيعمل حاجة. معايا هقولها تاني همسحها هقولها تاني من الاول انتوا مش مركزين معايا. ها مش مركزين. ها مفيش ما جاتش. انا هقول خلصت هقولها تاني. ها خامس ارش مش هيطلع حاجه. طب سادس ارش
سادس اورتك ار هيطلع ارتري واحد شمال واحد يمين اهو. يا ترى مين دول؟ تعرف تقول مين دول؟ مين دول؟ رايت بالمونري وليفت. طب في حاجه ناحيه الشمال زياده، بص بقى هرسم لك حاجه كده ناحيه الليف طالعه من سادس ار، يا ترى تقدر تقول دي؟ حد يعرف تقول دي؟ دبلس ارتري. طب بص معايا تاني بقى، نمسحها ونقولها من الاول تاني. امسحها ولا اقولها عليها؟ بلاش امسحها. أول أرش، أول أرش هيطلع من عنده ها مجزلة، مجزلة ده هيشبط بعد كده في السنة الكاروتيد برانش منه ها. طب تاني أرش هيطلع من عنده ها ستابيديا، ستابيديا ده رايح لإيه؟ للإير. تاني أرش هيطلع من عنده ستابيديا ده برانش من السنة الكاروتيد. طب تالت ارش ها يمين وشمال زي بعض دلوقتي، تالت ارش، تالت ارش، تالت ارش ها كومون كاروتيد ها واكسترنال طالع منه وانتر، هيتقسم اتنين كومون ها كومون ناحيه الشمال طالع من الارش في الاورطه ها. طب ناحيه اليمين طالع منين ها؟ من براكتوسيفاليك، ده تالت ارش. طب رابع ارش التالت اهو، انا كاتب لك على ده ثلاثه في الرسمه، في الرسمه اللي معاك ها. طب بعد كده رابع ارش، رابع ارش هنا ها هيبقى ارش في اورطه شمال ناحيه اليمين هيبقى ايه؟ رايت سبكليفيان ها، رايت سبكليفيان يمين وارش في اورطه. طب خامس ارش مش هيعمل حاجه. طب سادس ارش هيبقى بالمونري ارتري، وناحيه الشمال في حاجه زياده اسمها ايه؟ دكتس ارتريوز. طب في حاجه هنا هو تخلي بالك، في نيرف ها بيلف تحت رابع ارش، بنلاقيه ها في الثوركس هنا، وبنلاقيه ها في النك على ايه هنا؟ مين النيرف اللي كان بيلف تحت رابع ارض؟ ليفت ها ورايت ريكارن. ليفت ريكارن كنا بنلاقيه فين؟ ها في الكابس تحت الارش اوف اورطا. الرايت ريكارنت بتاعه ها طالع تحت رابع ارش برضه، بس بلاقيه في مين؟ تحت الرايت سب كليف اللي هو قصاد رابع ارش، ده رابع ارش وده رابع ارش. ها ناحيه اليمين تحت الرايت سب كليفيان، ناحيه الشمال تحت مين؟ تحت الارش في الاورطه. قولها لي تاني، قولها تاني. اول ارش هيبقى ايه؟ ها حد معايا ولا لا؟ اول ارش هيبقى ايه؟ هيطلع ارتري اسمه ايه؟ مجزلة. تاني واحد ها تاني ارش ستابيديا. اول واحد ها مجزلة يا اولاد ها خليك معايا. تاني واحد ها ستابيديا. تالت واحد ها هيبقى مين؟ قول كومون كاروتيد ها وعين العيله بتاعته اكسترنال وانترنال. طب رابع ده الثالث اهو، ده الثالث العيله دي. طب الرابع ناحيه هنا شمال غير يمين، شمال الارش، شمال الارش في الاورطه يمين ها رايت سب كليفي. طب الخامس مفيش. طب السادس ها بالمونري، وبالشمال ايه؟ دكتس ارتريوس. ها اول ارش طلع ايه تاني؟ نقدر نقول ولا لا؟ سمع معايا، سمع معايا واحفظ معايا. مجزلري. تاني واحد ها ستابيديا. تالت واحد عيله الكاروتيد. رابع واحد يمين غير شمال، اول مره يمين غير شمال ها يمين رايت سب كليفيا، شمال ها ارش اوف اورطا ها. الخامس مفيش. السادس ها بالمونري، بالمونري. وفي حاجه في الشمال، مين في الشمال؟ ها مين في الشمال يا اولاد؟ دكتس ارتريوس. معايا ها الاورتيك ارش هتبقى ايه؟ يبقى انا عندي ها في الجدول، الجدول ده حفظ، الجدول ده حفظ ها. ايه اللي هيطلع بقى من كل ارش؟ ده المهم، الجدول ده المهم، ده اللي بيجي سؤال. ديريفاتيف بتاعه الفارنجال ارش، سكليتال، سكليتال اقول ايه؟ ها فيرست ارش الحته دي كده ها فيرست ارش ها. هو بيتعمل من تحت البوكل. هو مين؟ الحاجات دي بتتكون من اول ما قلنا كده، من اول لا بيتكون مع بعضها في نفس الوقت، يعني فوق وتحت، يعني المغزله بيطلع بيطلع معاه الكومون كاروتيد ويروح يشابط في الاكسترنال كاروتيد وطالع منه معايا ستابيديا اللي شابط في الاثنين، هم كلهم بيكونوا مع بعض. ده السيستم ده كله الفاسكولار سيستم بيكون مع بعض في نفس الوقت، يعني ده بيكون مع بعض معايا يا اولاد. ها نعم الليفت، ليفت ايه بقى؟ ليفت سب كليفيان هقول لك ده جاي من حاجه اسمها انتر سيجمنتال ارت. لا ده خليها شويه سب فاسكولار معايا، هيجي من حاجه ثانيه معايا. ها ماشي يا جماعه. ها
معايا كده؟ نعم؟ ليفت سب كليبيان، لا ليفت سب كليبيان طالع من حاجه اسمها سيفنس انتر سيكريتور، هقولها لك في الكارديو فاسكولار دي بعد كده، هنقولها دي كارديو فاسكولار. معايا كده؟ ها؟ يبقى كل قرش يا جماعه في الجدول عندك ليه ايه؟ ها؟ سكليتال. عرفت يعني ايه سكليتال؟ حاجات السكليتال، ها؟ معايا والنيرف، فهمت النيرف جاي ازاي؟ نيرف، ها؟ لو انت نسيت ومذاكر هيد ونيك هتجيب النيرف بتاع القرش، لو انا مذاكر هيد ونيك خلي بالك، لو انت مذاكر هيد ونيك وافرض قلت ايه؟ انت جاي في الامتحان ده، النيرف بتاع ثالث قرش مين؟ بس انا مذاكر هيد ونيك كويس. ها؟ انا مذاكر هيد ونيك، كنت مذاكر كويس قوي هيد ونيك، بس الامبريولوجي كنت مخدسع فيه. ها؟ زي كل الناس بتبقى عامله كده. واحد ايه دخل امتحان قبل السنه قال ايه؟ النيرف بتاع ثالث ار بس انا مذاكر كويس هيد ونيك. امسك ايه؟ الكرينيال نيرف ايه؟ انفضهم في دماغي. اول واحد ها هتبقى مذاكرهم اولفاكتوري سنسوري اوبتيك سي اول مين يا عم ثالث واحد ميكسد بلوس سوبر معايا هتفتكر هتعرف تجيب انت لو انا مذاكر حرف اجيب المصل اللي طالعه من الارش مين هي المصل لو انا مذاكر هيد ونيك كويس هتبقى مذاكر كويس ها مين المصل اللي طالعه من الارش هي المصل اللي سبلايد ها بالنيرف لو انا مش مذاكر امبريولوجي قوي داخل امتحان ايه ها امبريولوجي اي كلام بس مذاكر هيد ونيك كويس ها زي ما انت كده في داخل في سنه اولى مثلا كنت مذاكر ابر كويس بس الامبريولوجي كنت ايه ملصبه كلمتين ها معايا فانت داخل مذاكر ها مذاكر هيد ونيك كويس مين المصل اللي طالعه من السكند من الساك فيشيال ها يبقى المصل اللي سبلاي كرهم ما انا حافظهم هتبقى حافظهم المصل اللي طالعه من السكند هي المصل اللي سبلاي بايه بالفيشيال واجيب النيرف ازاي تاني نيرف ميكس تاني كرينيال نيرف ايه ميكس اعرف اجيب اللعبه دي تمام طيب والارتري برضه سهل الحته دي سهله بس لو انا فاهم بتتحفظ ازاي تمام يا اولاد اقولها تاني ولا لا طيب الكليبتو لا لازم اقول الجايه بقى معلش 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 والله لازم اقول معلش معلش بص يا اولاد بص عشان تفهم انا عندي افهم اللي جاي دي بقى انا عندي مفروض اربعه كليب الجماعة اللي ورا عندي أربعة كليب واحد اثنين ثلاثة أربعة عندي أولاد أربعة كليب واحد اثنين ثلاثة أربعة الكليفت دي يا جماعة الكليفت ده ديبريشن على السيرفس ديبريشن على السيرفس ها يعني ايه؟ يعني حتة داخلة لجوه لو أنا اتولدت عندي أربعة كليب كنت هتولد عندي اربع فتحات في الجنب يبقى كل واحد مننا عنده واحد اثنين ثلاثه اربعه فتحه. ها اربع فتحات انما الانسان ما عندوش غير فتحه واحده بس في الجنب اسمها فتحه ايه؟ فتحه ايه؟ فتحه ايه؟ قول لي كده فتحه ايه اللي في الجنب ايه؟ فتحه ايه ده ايه؟ يا حبيبي يعني قول معايا ركز معايا بس سيب لي دماغك شويه ها الكليفت دي عباره عن فتحات لو انا اتولدت لو احنا اتولدنا كان عندنا في الاول كنا امبرو كان عندنا اربعه كليفت لو ها ربنا خلقنا كده بالاربعه كليفت دول كنت هبقى دي واحد فتحه الثانيه الثالثه الرابعه هبقى كده عندي ثلاث فتحات تحت هنا زياده انما الحقيقه انا عندي فتحه واحده فتحه مين؟ اكسترنال اوديتوري ميتس اسمها كده الفيرست كليفت ده هيبقى حاجة اسمها الاكسترنال اوديتري ميتس. ها طب بقية الكليفت ها بقية الكليفت نعمل فيهم ايه؟ بقية الكليفت نعمل فيهم ايه؟ مش عايزين ندفنهم هيقول لك كده الميزودير الميزودير بتاع السكند ارش يكبر يكبر ويزق الاكتودير ودي ده المفروض الرسمة دي ادي السكند كليفت ادي السير ادي الفورس وده الفيرست الفيرست ده عايزينها الفتحه دي عايزينها دي الاكسترنال اوديتري ايه ميتس وجوه خالص ده الاير درام بابلت الاذن فاهم طب الثاني والثالث والرابع كليب ده مش عايزين يحصل ايه قال لي ثاني ارش كده يكبر 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 ان اهو يغطيهم فاهم معايا يدفنهم هيقول لك كده بيكام بارد اندفنوا ويسيبوني حته كده برضه هتختفي الحته دي بيسموها سيرفايكال ساينس يعني انا الكليفتات دي ها التاني والتالت والرابع ها مش عايزينهم
احنا عايزين اتنين اول كليفت. اشمعنى اول كليفت؟ يعني عشان يعمل لي حاجه اسمها ايه؟ اكسترنال اوديتوري فيز. سهل قوي. ها الكليفت هتطلع ايه؟ الكليفت هتطلع ايه؟ ها الكليفت دي حاجات بره فتحات. انا عندي كام فتحه؟ هي فتحه الودان بس. ها عندك حاجه ثانيه؟ دور كده في فتحات ثانيه هنا؟ مفيش. يبقى الثاني والثالث والرابع مش هيعملوا حاجه. ها برد. ها هيدفنوا. تمام؟ طيب انا عرفت الكليفت، ادي الكليفت هيعمل ايه؟ طب فكر معايا كده، فكر معايا لو سمحت، فكر معايا. الباوتش ده بقى، الباوتش انا عندي كام بقى؟ انا عندي خمسه باوتش، الخامس ممكن يقولوا ممكن لا. جيت معايا. واحد، ها، اثنين، ثلاثه، اربعه، وفي واحد خامس قلته ما قلتوش مش مهم. واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه. طيب ده حاجات من جوه اندودير الباوتش. فكر معايا كده، فكر معايا، ها، فكروا معايا. لازم نفكر نستنتج المعلومة، لو سمحت استنتج المعلومة. أدي ده أنا قلت لك دي الاكسترنال إير. يا ترى الفيرست باوتش هيعمل إيه؟ فكر كده معايا. وده الفيرست أهو، الفيرست باوت ده الفيرست كليفت. الفيرست كليفت عمل اكسترنال إير. يا ترى، ها قول أنت بقى، أنا سايبها أنت التفكير. الفيرست باوتش هيعمل إيه قصاده؟ إيه اللي بعد الاكسترنال إير؟ أقول لك طب أسهلها لك، دي طبلة الأذن، دي طبلة الودن. ايه؟ بعد الاكس، بعد ما تخش طبلة الودن ايه جوه؟ مش عارف خالص. بعد الاكسترنال اير في ايه؟ سمعتش؟ الاذن الوسطى بالعربي. اسمها بالانجليزي الميدل اير، او ساعات يقولوا عليها التمبانيك كافيتي. ها ده ايه؟ ها الفيرست باوتش هيبقى ايه؟ الميدل اير، بعد الاكسترنال الميدل. معايا؟ طب الميدل اير دي جوه هنا في فرنك، هل تسمع ان الميدل اير يا اولاد متصله بالفرنكس عن طريق قناه كده؟ عمرك سمعت عن قناه اسمها قناه استاكيوس؟ ها قناه استاكيوس بتعمل ايه؟ قناه استاكيوس بتعمل ايه؟ بتوصل الفرنكس مع الميدل اير. ليه؟ حد يعرف ليه بتوصل الفرنكس مع الميدل اير؟ ها ليه بتوصل الفرنكس مع الميدل اير؟ ليه تعرف؟ عشان تدخل ها او تطلع الهواء في الميدل اير عشان تعادل البريشر على الاير درام. ها عمرك ركبت طياره؟ اللي ركب طياره عارف الكلام ده، اللي طلع بالطياره بتطلع ده ودانك ايه؟ اللي ركب طياره ما حدش ركب طياره خالص. عامل يقول لك كلهم كلامين. حدش ركب طيران. بيطلع بالطياره ها بيطلع بالطياره، اللي ركب طياره عارف ودانه بتصفر. واللي طالع بالطياره او نازل. ودانه بتصفر عشان الضغط حوالين الميدل اير. ها الفيرست باوتش. ما علينا، الفيرست باوتش هيطلع ايه؟ الفيرست باوتش هيطلع التمبانيك كافيتي. قول بس التمبانيك كافيتي، ها مع حته في الاير درام، وحاجه اسمها ممكن نقول عليها فارينجو تمبانيك تيوب. فارينجو تمبانيك تيوب دي يا جماعه هي ها هي الفارينجو تمبانيك تيوب. واحد قال لك ايه القناه اللي بتوصل الفارنكس ها بالميدل اير؟ تسمع عليها؟ ايه القناه اللي بتوصل الفارنكس بالميدل اير؟ مين؟ قناه مين؟ ستاكيوس، ستيكيال تيوب اهو. بس انا عايز اعرف دول. ها في حاجه اسمها مصود انترا مش مشكله دلوقتي. ها ميدل اير ها تمبانيك ها تمبانيك كافيتي اللي هو الميدل اير، اير درام وقناه ستاكيوس. طيب ده الفيرست باوتش هيعمل ميدل اير. طب انزل تحت شويه السكند باوتش. ها سكند باوتش حاجه هنا من جوه. لو انا قلت لك ايه اللي قصاد ايدي ده من جوه؟ ها ده يعني الفيرست هيعمل ميدل اير. طب السكند نزلت تحت ايه هنا؟ ايه هنا من جوه؟ ايه هنا من جوه؟ لو اتخرمت الحته دي كده هتلاقي حد يعرف؟ هتلاقي اللوز. اللوز والله هتلاقي هنا اهو اللوز. ها السكند باوتش هيعمل حاجه اسمها ايه؟ تونسل. بلاطين تونسل. ها الفيرست هيبقى ايه؟ عايز ميدل اير واستيكال تيوب. لو قلت كده حلو. سكند باوتش هيعمل ايه؟ ها تونسل بقى. برايمورديال اوف تونسل يعني نبتة التونسل. تونسل. معايا يا جماعة؟ ها؟ طب السيرد باوتش. السيرد باوتش ده سيرد باوتش. هيعمل حاجتين اتنين مش هيتنهم في الفارنكس. بص معايا. حاجتين اتنين هيهاجروا لتحت. من السيرد بقى حاجة تنزل تحت قوي قوي في السوركس، وحاجة تنزل معاها تحت الثيرويد. الثيرويد جلاند دي جاية من حتة تانية خالص، جاية من لسانها، لها حاجة لوحدها كده هنقولها. ها
دي الثيرويد جلال الغده الدرقيه. السيرد باوتش هيطلع لي حاجتين اتنين، حاجه تنزل تحت قوي في الثوركس وحاجه تحت الثيرويد. مين دول؟ تسمع عن جلاند بتنزل في الثوركس اسمها السايموس جلاند الغده التيموسيه، ها، ومعاها من السيرد باوتش طالع ايه؟ جلاند كده اسمها، يا جماعه ركزوا، اسمها انفيريور بارا ثيرويد جلاند. انفيريور بارا ثيرويد جلاند طالع من السيرد باوتش حاجتين اتنين هيهاجروا لتحت، واحده هتنزل صوره سايمس، واحده تحت الثيرويد انفيريور بارا ثيرويد. امال الفورس باوتش، الفورس باوتش ها هيطلع جلاند ورا الثيرويد اسمها سوبيريور بارا ثيرويد. ها خلي بالك، هي الانفيريور بارا ثيرويد طلعت من ايه؟ من السير، بس نزل ليه؟ نزلت لتحت، واحد سالك ليه نزلت لتحت؟ ها الانفيريور بارا ثيرويد جايه من السير، ها، ونزلت لتحت قوي ليه؟ لانها هجرت مع مين؟ مين اللي شدتها لتحت؟ مين اللي شدتها لتحت؟ سايموس. معايا؟ السايموس شدتها لتحت، انفيريور بارا ثيرويد. امال الفورس باوتش هيعمل ايه؟ هيعمل السوبيريور بارا ثيرويد ويشارك في عمل الثيرويد جلاند. ويشارك في عمل الثيرويد جلاند بس، ده الفورس باوتش، بيعمل حاجه اسمها معايا بارا فوليكولار سي سيلز. ها بيشارك في عمل الثيرويد جلاند. تاني الفيرست باوتش هيعمل ايه؟ فيرست باوتش قول معايا، ها نقول الحته دي ونروح بقى، نقول اول الفيرست كليفت هيعمل ايه؟ فيرست كليفت قول الحته دي معايا ونروح، فيرست كليفت هيعمل ايه؟ ها اهي السنه اللي دي بريميتوس معايا، ها. طب السكند والثيرد والفورس كليفت مالهمش اي حاجه، هيندفنوا مش عايزينهم. طب الفيرست باوتش هيعمل ايه؟ حاجه قصاد ها الاكسترنال اير. ايه اللي قصاد الاكسترنال اير هنا؟ ها ايه اللي قصادها؟ ما تقول معايا ميدل اير، وقناه اسمها ايه القناه اللي جوه دي؟ قناه ستاكيوس. طب السكند باوتش هيعمل تحت الودان، انزل تحت ودانك كده قول اه ايه اللي جوه هنا؟ تحت وداني، ها فكر كده اللي هو ستونسل. ها طب السيرد باوتش هيعمل حاجتين اتنين هيهاجروا تحت، مين اللي هيهاجروا تحت؟ السايموس ها والانفيريور بارا ثيرويد كده، السايموس والسايموس انزل الصوره والانفيريور تحت الثيرويد. طب الفورس باوتش هيعمل ايه؟ السوبيريور بارا ثيرويد جلاند معايا، السوبيريور بارا ثيرويد ويشارك في عمل الثيرويد جلاند. لو ذاكر كده الديريفاتيف بتاعت الارش الجدول والباوتش والكليب. الحصه الجايه بتاعتنا يا جماعه يوم الاحد اجازه، بس هنيجي انتوا عندكم اغلبكم بياخد بايو في كورس بايو يوم الاحد، مش عايزين نضيع عشان الاسبوع اللي جاي كمان اجازه العيد ومش عارف ايه، فمش عايزين نضيع الاسبوع. يوم الاحد البايو المفروض 8، فانا هديكم 9 ونص و11 و11 ونص. هيك ونيك هيك ونيك يوم الاحد.